زريد انت وحشني جدا جدا، وحشني ووحش كل زملائك المصريين، وحش الشعب المصري. سوريا وحشتني قوي قوي قوي. كنت مصره جدا وسعيده وفخوره ان انا اتفرج على الفيلم، وكنت سعيده ان هو فيلم الافتتاح. للاسف ما كنتش قادره اكون موجوده امبارح، لكن صحيت بدري جدا النهارده والنهارده يوم خميس، كل الدنيا زحمه، بس الحمد لله وصلت وحضرت الفيلم. مبروك على الفيلم، بشكركم جدا على الفيلم الحساس، بدا من السيناريو وذكائه وسلاسته وبساطته وصدقه وانسانيته. وازاي العالم ممكن يبقى بسلام مش باللي حوالينا لكن بينا احنا وبالاشخاص نفسهم. انا استمتعت جدا جدا بالفيلم. طبعا التمثيل كان في كل واحد كان في درجه عاليه جدا ومصداقيه وطبيعيه. وبأكيد بيرجع للورق وبيرجع للاستاذ المخرج. انا المزيكا والاصوات والاغاني الصغيره اللي اختيرت اثرت فيا جدا. تصوير الالوان اللي كانت موجوده في الملابس كلها كانت محليه، كل الكادرات اللي بتلاقي على كل شخصيه. انا بقول لو كل الناس شبه الرحله اللي كنتوا بيها في البيوس كان هيبقى العالم جميل جدا جدا، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الضغوط ومهما كانت الخطر ومهما كانت الاوهام ومهما كانت الاحلام، فكله ممكن يتحقق وكله ممكن يبقى بسلام بشخصيات جميله زي اللي كنتوا انتوا عشناها معاكم الساعتين دول. شكرا للاستاذ دوريد، شكرا لاسره الفيلم. سوريا وحشتنا قوي 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 قوي، وحقيقي احنا كمان متعايشين مع كم كبير من السوريين في ارض مصر اللي هو بلدكم تاني، وبنقدرهم جدا وبنحترمهم جدا وبنتعلم منهم ازاي الحياه والشغل والمسؤوليه. بحيي الشعب السوري اللي في سوريا، وبحيي اخواتنا السوريين اللي في مصر، وبحب السيما وفيلمكم يجنن.